صحيحة و300 درجة. أعطونا أعطونا البيانات، أعطونا المجالات. وش فينا عيد تمسك معي المجالات يا الربع؟ مجال 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 مجالات. يلا المجالات. رياضة. يلا أبو سابر. رياضة. رياضة أبو سابر. يلا أحمد خليه يختار. إيش فيكم؟ علوم منوعة. علوم منوعة أحمد. السؤال يقول بتعلق سؤال مطروح 400 درجة إذا جاوبت 400 بالسالب إذا ما جاوبت. ما هو يا سابر زايد ما هو النادي الذي حقق الدوري السعودي في عام 2019؟ هلال. الهلال إجابة خاطئة. النصر. إحنا لعبت فينا حق الهلال. حدك في الدوري. السؤال الثاني في علوم منوعة. خليه يجاوب وعلق. ها خليه يقعد. سالب 400 نعم. لا 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 يعلق لا يجاوب. ها لا يجاوب لا يجاوب لا يجاوب. طلب سابر ما جاوب. السؤال لك فقط يا سابر. ما جاوب احمد. احمد ما جاوب. اقدر ما جاوب. اذا ما تقدر تجاوب نعم لك الحق. نعم. كم عدد حواف المكعب المستقيمه؟ 4. 4 اجابه خاطئه ايضا. هي 12 حافه. 12 حافه وسالب 400 ايضا يا زايد. ليش استعجلت يا زايد؟ الله حرام عليك. كعبان. السؤال 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 علق 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 احمد العوض. علقني خلاص ما يعلقني بكل مره. علق وجاوب خطا. جاوب خطا ما دقيت تصير صفر. اذا انت علقتهم يقول الكنترول تاخذ صفر. اجي تمسح منك السالب ال400 والحمد لله عدت على خير. ولكن يعني هذا وليد الحنفي والله يطير عافيه. والله اجيك يا وليد. السؤال الثالث في السرعة. ما هو ثالث الخلفاء الراشدين؟ أحمد. أحمد ثالث الخلفاء أبو بكر. خلاص راح السؤال تأخرت. هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. سالب 400 لأحمد أيضا. لا ما هو سالب عندي 300. الربع عندي 300. هلي 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 علقني يا الربع. أبو بكر وعمر عثمان. وعلي عثمان. أبو بكر وعثمان. عثمان عثمان سهل. طيب أعطونا أعطونا المجالات. عندي 300 قبل ترى. عندك 300 راح. هو قال سالب 400 ماني سالب. لا هذا سالب 400 هذا. اي سالب 400 يصير لي سالب 100 الآن. سالب 400 وبعدين عادي يحسبونه وقتها يا حلال يا أبو عوض. ما يبغى لك كلام. يلا يا سابر. رياضة. رياضة 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 رجع لها أيضا. اختار أبو عوض. رياضة اقتصاد. اقتصاد حبيبنا أحمد. أحمد العوض. طيب هذه عليها اختيارات ما فيها أي يعني مداحم. السؤال لك ولك خيارات. عندك سؤال تحذبه أو تبقى. السؤال من هو هداف الدوري السعودي في موسم 2015-2016؟ فرنانديز ولا عمر السومة ولا عبد الرزاق حمد الله ولا ناصر الشمراني؟ 2014-15 2015-2016 هدوم. عدل الأجوبة. روني فرنانديز ولا عمر السومة ولا عبد الرزاق حمد الله ولا ناصر الشمراني. 20 ثانية عندك. تحذف تبقى. عمر السومة. عمر السومة إجابة صحيحة. الحمد لله. يا سلام. 600 ل بغيت أقول الشمراني والله. أحمد في العملات. اخترت عملات أنت؟ اقتصاد. اقتصاد وعملات. ما هي عملة دولة بلغاريا؟ الليك البلغاري ولا الدولار البلغاري ولا البيزو البلغاري ولا الليف البلغاري؟ أحذف إجابتين. إجابتين البيزو البلغاري ولا الليف البلغاري. هدوء. الأول إيش؟ البيزو البلغاري ولا الليف البلغاري. ليف ولا بيزو. ليف. الليف إجابة للأسف. والله مو بالأسف إنها صحيحة أيضا. تستاهل 300 درجة. رجعناها من سالفة 300 درجة. شدني وشدك. نأخذ الاتصال. نأخذ الاتصال. عرفت؟ لا خلاص. أعطونا الاتصال.